لماذا العراق هو أول زيارة خارجية لسيادة الرئيس؟ العراق طولاني تاري مرز ومدر. لدينا مع العراق أكبر الحدود المشتركة ولدينا علاقات كبيرة وكثيرة وهناك سكان مشتركون. وبتعبير آخر يمكن القول أن العراق بلد ثاني بالنسبة لإيران، والكثير من الناس مشتركون ويعيشون في كلا البلدين، في كربلاء وكاظمية ونجف، وأيضا الإيرانيون والشيعة يحبون ويزورون العتبات المقدسة في العراق. وأخيرا نحن مسلمون ونحن جارون ولدينا حقوق على عاتقنا، ومحبون ومصرون أن يكون لدينا علاقات وأواصر مشتركة وأن يكون لدينا علاقة طيبة. وهذا هو السبب أن أختار العراق كمحطة أولى في سياساتي في رحلاتي الخارجية، وواحد هنا أن نسير على درب أئمتنا. هل هو الطبيعة الدينية للجوار العراقي أم للسبب الاقتصادي أم لأسباب أمنية تجد أن العلاقة مهمة بين البلدين؟ أنا إيمانيا لدي هذا المعتقدات، إيماننا بكتاب الله و سنة رسول الله أن المسلمون كلهم يد واحدة، نحن أخوة. الله سبحانه يقول في هذا هو إيماننا، هذا معتقداتنا، وعلينا الالتزام بإيماننا وعلينا التمسك بحبل واحد وأن نكون متحدين. وإذا كانوا المسلمون متحدون الأجانب لا يقدرون أن يدخلوا أراضي المسلمين ويستهدفونهم ويقصفونهم، وثم لا نجد أحد يقابل أو يواجههم.